بصراحة عقلي ده ممكن جدا أفكاره تبقى عاملة زي الفازة اللي كلها ورد وأزهار. في واحد كده تشوفه كده الإنسان بسيط قوي، يقولك إنسان ده بسيط قوي، تقعد معاه ترتاح، تحس إنه مش ممكن بيفكر أي فكرة وحشة ولا يبص أي وحشة. لا، الراجل ده كل أفكاره إيجابية وكل أفكاره روحانية وكل أفكاره خدمية. أو ده إيه؟ عقل كل أفكاره إيه؟ ورد وأزهار. وممكن تكون عقلك وأفكارك عبارة عن حصالة. خلي بالكم، أول حاجة فازة، احفظوا، أول حاجة إيه؟ الفازة فيها إيه؟ ورد. تاني حاجة إيه؟ فيها بقى بعد عنك إحباطات من وانا صغيرة. أقعد كده مع نفسي على السرير، أروح قاعدة حط إيدي على خدي وحط الخددية بين رجلي وبين كوعي وابتدي أعيط. مش ناسية لما قلت لماما في تانية ابتدائي عايز أفك الضفيرة وأسيب شعري، راح ضربتني بالفرشة اللي في إيدها على راسي. شوف أنا كنت في كيجيتو بس مش ناسيها. وأختي لما كانت في كيجوان فكت لها شعرها. ده بعد عنكو اسمه حصالة. ده بقى أفكار حصالة. تلاقي الواحد إيه؟ ده غير الفازة خالص، دي حصالة مش كده بقى. فيها إحباط، فيها خبرات، فيها مشاعر سلبية، فيها متاعب في التربية، فيها مشاعر سلبية، فيها غيرة، فيها غيظ، فيها حقد، فيها مقارنة، كل دي حصالة. يبقى العقل ممكن، ما أنا بقول لكم دي حرب، يا ممكن يكون فازة أو ممكن يكون إيه؟ التالتة أسوأ، صفيحة زبالة. إيه بقى صفيحة الزبالة دي؟ مش أفكار بقى، لأ، ده عبارة عن واحد كده فاتح انت عارف صفيح الزبالة اللي تدوس عليها تفتح كده، هو فاتحها على طول، والشيطان ماشي قاعد يحط فيها شهوات، نظرات، تطلعات، كراهيات. يلا هقومك، هخليك تسيب ربنا، تشكيك، الحاد، كل ده موجود جوه دماغي وكل ده موجود في أفكاري. حصلت صدمة، صديق عمري من سني، ده بكلمكم على الزبالة، يعني سيبكم من الزهرية الفازة وسيبك من الحصالة، أنا بشرح لك بس الزبالة. صديق عمري بحبه قوي وما جاء قال أي 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 أي، مات وعنده 30 سنة وأنا عندي 30 سنة. يجي الشيطان يقول أدي الزبالة حط لك بقى، فين ربنا محب البشر؟ ده ربنا كسر قلب خطيبته، ده ربنا كسر قلب أمه، ده ما كانوش غير ولد واحد. طب ربنا استنى عليه، طب ادهولهم ليه ما دام هياخده؟ دي تلاقي نفسك الزباله اتملت، قمت على ربنا. فواحد يقول لك يا كده ما تروح كده، ما تجيبليش سيره الكنيسه ولا تجيب سيره ربنا، عشان انت سبته يحط زباله في افكارك.